وقع تدافع على مستوى الصفوف الاولى اللي خلف تساقط ديال الاستاذات بشكل رهيب جدا، وبالتالي ان هما تعرضوا لواحد التدخلات وحشية على مستوى خصوصا على مستوى الراس، حيت اجمالا عدد الاصابات قدرت ب 140 اصابه، وكان المستهدف الكبير بشكل مقصود بطبيعه الحال هو الاستاذات، ولاحظنا عاينا حالات اللي هي خطيره جدا، حيث ان اجهزه البوليس بمختلف التشكيلات ديالها كتحيد بعض الاحيان السيوف او الاغطيه ديال الراس للاستاذات وكتضربهم على مستوى الوجه وعلى مستوى الراس، وخلف هذا الشيء بطبيعه الحال. كنظن انكم الجميع تتبع هذه الصور الرهيبه على المواقع الاجتماعيه، وبالتالي هذه المساله هذه ديال التدخل ديال الامن كانت موجهه بخصوص الاستاذات، وعرفوا نسب الضحايا على مستوى الاستاذات كان كبير جدا وخلف اصابات خطيره، ولاحظنا ايضا خلال التدخل الوحشي ديال الاجهزه الامن انهم لما كيلقاو استاذات نتيجه التدافع كيكونوا مرميات على الارض ما كيزيدوا كيضربوهم كيعنفوهم اكثر، وهذا الشيء راه موثق عبر عند اللجنه الاعلاميه ديال جميع المراكز الفرعيه من تيزنيت من بولميم، حيت كل مركز عنده اللجنه ديالو، وبالتالي وثقوا هذه الصوره والصوت يعني بشكل فظيع جدا.